التعريض تعبير قاسي، تعبير قاسي، وهو أننا كبشرية نلاحظ بأننا ذاهبون إلى مخاطر حقيقية نتائجها ظاهرة للعيان وليست فيرتوال وليست فقط خيالية. أصبحنا نرى هذه النتائج، الفيضانات التي لم تكن متوقعة، التصحر الذي يمتد إلى الهجرة التي تعيشها عدد من المناطق اللي هي مهددة، عاصير الآن من نوع خاص مخالفة ما عهدناه في العقود السابقة. فما أعتقد بأنه الجميع ينظر إلى أننا سائرون إلى هذه النتيجة الكارثية التي ستؤثر على الأجيال المقبلة. ولذلك أعتقد بأنه اليوم الدول كهيئة حكومية كهيئة غير حكومية مطالبة باش ناخذوا قرارات صارمة في هذا المجال، يعني وأنا أعتقد لا مجال للتردد في هذا الإطار، لا بد من قوانين صارمة على الصعيد الوطني ومن مبادرات يعني مؤثرة، ولكن لا بد من قوانين دولية لحماية كما قلنا الكون ولحماية هذا الفضاء العائش بالنسبة للبشرية. ولذلك أستسمح إذا استعملت كلمة الانتحار الجماعي، لأننا سائرون إليه إذا لم نتخذ قرارات صارمة في هذا المجال. We'll be right back.